وكل إنسان يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ويطلب الله تعالى المغفرة من ذنبه، هو سؤال الله تعالى التجاوز والصفح، المغفرة وعدم المؤاخذة. لكن فيما يتعلق بحقوق الخلق، حقوق الخلق يجب عليه أن يبذل جهده في ردها إلى أهلها، فإن مما ينبغي للمؤمن أن يبذل جهده في أن يعطي الحقوق لأهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فالواجب فيما يتعلق بحقوق الخلق بذل الوسع في رد الحقوق إلى أهله. إذا عجز عن ذلك فليجتهد في كل ما يبرئ ذمته من حقوق الخلق بكثرة التوبة والاستغفار وسؤال الله أن يتحمل عنه وأن يحسن إلى من بخسه حقه في عرضه أو في ماله أو في نفسه بكل ما يستطيع، لعل الله تعالى أن يتجاوز عن هذا فيما إذا عجز عن رد الحقوق إلى أهلها. أما إذا كان يمكنه ذلك فالواجب عليه أن يرد الحقوق إلى أهلها. بارك الله فيكم.